على آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب آداب السفر، قال: باب استحباب الدعاء في السفر. وهذا الباب باب عظيم يغفل عنه كثير من الناس، فالناس لا تخلو من الأسفار ذهابا وإيابا، ومع ذلك تجدهم في أسفارهم يغفلون عن هذا الأمر العظيم وهذه الساعات العظيمة المباركة التي فيها الدعوات مستجابة، فتجده ينشغل في سفره بما لا يفيده ولا ينفعه، ولو جعله وقتا أثناء سفره يدعو فيه ربه سبحانه وتعالى بتضرع وانكسار وإقبال وإخبات إلى الله سبحانه وتعالى لحري أن يستجاب له الدعاء. لذلك جاء في الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر يطيل السفر. فانظر هنا قال يطيل السفر، لأن إطالة السفر من أسباب إجابة الدعاء، يدعو يا رب يا رب، فأنى يستجاب له ومطعمه حرام وملبسه حرام. والشاهد في هذا أنه قال يطيل السفر، فإطالة السفر وطول السفر من أسباب انكسار القلوب إلى علام الغيوب، فيكون أحرى بحضور قلبه عند ربه سبحانه وتعالى أثناء الدعاء، فحري أن يستجاب له هذا الدعاء إذا سلم من الموانع، كما في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل. فالذي منعه من استجابة الدعاء أن مطعمه ومأكله وملبسه حرام، لأن هذه من موانع الاستجابة، نسأل الله السلامة والعافية. هنا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب الدعاء في السفر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. انظر هنا التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث دعوات مستجابات، هذا التأكيد الأول. الثاني قال: لا شك فيهن، يعني في استجابة الدعاء. فهذه مواضع الثلاثة من أعظم مواطن الدعاء الذي يستجاب فيه، وثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. قال: وليس في رواية أبي داود على ولده. فانظر إلى هذه الثلاث الدعوات العظيمة. أولا قال دعوة المظلوم، فالمظلوم حتى وإن كان كافرا فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه، ليس حبا في الكافر ولكن إظهارا للعدل، فالله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم ولو كانت من كافر ولو كانت من فاجر، لأن له حق، والله عدل يحب العدل سبحانه وتعالى. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، والله يحب العدل وهو الحكم العدل سبحانه وتعالى. ولذلك على المسلم أن يحرص أن لا يكون ظالما، سواء كان الظلم في المال أو في العرض أو في الجسد أو في أي شيء، فإن الظلم ظلمات، وإن هذا المظلوم إذا دعا على هذا الظالم بما يستحقه فإن الله يستجيب دعوته ولو بعد حين. فليحذر المسلم من الظلم، فإن الظلم عاقبته وخيمة في الدنيا والآخرة. قال: ودعوة المسافر، دعوة المسافر، فهذا هو الموطن الذي ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب من أجله، دعوة المسافر. فلا تغفل يا عبد الله في سفرك عن الدعاء، أدعو الله سبحانه وتعالى بخيري الدنيا والآخرة، فإنك في موطن إجابة، ولا تغفل عن هذا عن هذه الساعات العظيمة المباركة. قال: ودعوة الوالد على ولده. وفي بعض الروايات العموم دعوة الوالد من دون على ولده، ولكن دعوة الوالد على ولده عليه وليس له أحرى بالإجابة، أحرى بالإجابة من دعوته له. وإن كانت دعوة الوالد في العموم أنها من الدعوات المستجابة لولده أو على ولده، ولكن عليه أحرى بالإجابة. لماذا؟ لأن الوالد ما خرج عن
نطاق الرحمة التي وضعت في قلبه لولده ودعا عليه، إلا لأن هذا قد ارتكب ما يستوجب أن يدعى عليه، ولأن حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى، فلا يخرج عن نطاق الرحمة إلا لشيء عظيم. فلذلك كانت دعوة الوالد على ولده مستجابة. وفي القصص الواقعة التي نسمعها بين الحين والآخر عبرة وعظة، قد سمعنا عن هذا كثيرا من دعوة الوالدين على أولادهم فيستجاب. ولذلك ينبغي على الوالد، والوالد هنا يشمل الأم والأب، كلاهما يسمى والد، على الوالدين ألا يستعجل في الدعاء، حتى وإن أخطأ الولد سواء من الذكور والإناث فليقل خيرا كما جاء في الحديث: لا تدعوا على أنفسكم وعلى أولادكم فعلا توافق ساعة استجابة فيستجاب. فبعد ذلك يندم الوالدان على دعائهما. ولكن أيضا على الولد ألا يفعل ما يوجب دعاء الوالدين عليه، فحق الوالدين عظيم، مهما فعل المرء في حق والديه من البر والإحسان فلن يبلغ النعمة التي كانت بسببهما، وهي نعمة الإيجاد. مهما فعل المرء، مهما فعل المرء من الإحسان والبر، لن تصل إلى هذه الفضيلة التي عليها والداك، وهو أنهما سبب في إيجادك في هذه الحياة الدنيا. فلذلك على المسلم أن يراعي هذا الأمر، سواء كان والدا أو كان يعني ولدا. إن كان والدا فلا يستعجل في الدعاء، وإن كان ولدا فلا يفعل ما يستوجب هذا الأمر العظيم وهو دعاء والدي عليه. فهذه ثلاث دعوات مستجابات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.